علوم وهندسة المواد أحد برامج التخصصات الدقيقة CX وماجستير MX. الطلاب الراغبين في دراسة هذا التخصص، هالبرنامج يقدم لهم موضوعات التركيب والخواص الميكانيكية والكهربائية والحرارية لمواد السيراميك والبوليميرات والمواد الهجينة، ويتعلم الطلاب الطرق الحديثة لاختيار المواد في التصميم الميكانيكي وأساسيات وأسباب فشل المواد وتدهور أداها تحت تأثير القوى الميكانيكية والمحيط الكيميائي، مع التركيز على الطرق الهندسية المتبعة لإطالة العمر الميكانيكي والبيئي للمكونات في مرافق التصنيع والمنتجات.